أريد أن أتكلم بصراحة، أريد أن أتكلم بصراحة وليعذرني أحبابي. بالنسبة للمنتديات أو نقول الجروبات، لأن المنتديات كانت تطلق على منتديات الواتساب، منتديات كنا نكتب في النت، يعني منتديات أسماء معرفات. أما الجروبات، جروبات الواتساب، أنا أقول إنها قادرة على احتواء وتبني المواهب، لكن المشكلة إنه الكثير من الأعضاء، يعني إحنا مثلا في جروب 200 شخص أو 240 250 إلى العدد الكامل، ما بين شعراء شاعرات، يمكن ما عندنا ذاك النفس على التحمل والصبر. يعني ما أدري هل الجيل الأخير هذا أو جيل الواتس، يعني إحنا ما عندنا صور في المجموعات. يعني لو يأتي شاعر أو شاعرة بقصيدة لا بأس فيها، وجئت أنا مثلا أو غيري مثلا ينتقد، والله عندك ملحوظة هنا، عندك ملحوظة، نجد أنه الشاعر أو الشاعرة قد يغضب لهذه الملاحظات ويرى أنه فوق النقد، أو أن والله قصيدتي جميلة، أو أن الملاحظات ليست في محلها. المفروض أنه نصبر إحنا المنتديات، لأنه إحنا ما نعرف بعض إلا بأسامينا، والله فلان أحمد النعمي، فلان هادي مثلا، فلان، ما نعرف بعض إلا يحصل منا كثير مغادرات من المجموعات الأدبية، خصوصا المجموعات اللي فيها يعني أدباء وأديبات. يعني نقول احنا مجموعات يعني مدمجة، يعني تمام، من الجنسين، فكثير يعني يغضب لمجرد ملاحظة، رغم أن القليل يرضى، يقول هذه قصيدتي لكم، شرشحوني، هاتوا ملاحظاتكم، قولوا ما تقولون، أنتم العين وأنتم، لكن الكثرة لا. حتى من الشعراء الكبار أيضا، نعرف شعراء كبار بدون ذكر مسميات، لكنهم في يعني أصغر منا في أعمار 40 45. أنا طبعا عمري 53 سنة، تأتي بملاحظة على كلمة واحدة، يقول يعني ممكن يقول لك أنت والله ما تفهم في الشعر يا أخي، أنت ما تفهم في الشعر، أنت تلاحظ على مثلي. الله يا أخي، لا، إحنا هنا إحنا في ملتقيات أدبية، نريد أن نقدم شيئا، ما أحد فوق النقد يا أخي، كلنا تحت النقد يا أخي. أعطيك ملاحظة، تعطيني ملاحظة، نستفيد من بعض. يعني القارئ الناقد يختلف عن الشاعر، فهذا هو الشيء الذي ألاحظه يعني، وأتمنى أن يزول. يعني حتى لو غضب واحد، أتمنى إذا غضب أحدنا أو غضبت إحدانا، يعني ألا يغادر من المجموعة لسبب، يعني قد نراه نحن سبب بسيط، أتمنى ذلك. وإلا فالمجموعات الأدبية إن شاء الله أنها قائمة بدورها، لكن بشرط يعني أن تكون هناك برامج لقراءة القصائد، لأنه كثير أيضا نحن نلاحظ تمر القصائد بلا تعليق وبلا ملاحظات وبلا، رغم يعني أني أدرك أن الكثير قرأها، لكن نريد يعني إفادة بمن قرأ ذلك. يعني جزاكم الله خيرا.